خلاص خلاص جهز الورقة وانا هطلع اجيب لك الفلوس. فلوس ايه دي يا بابي اللي هتديها له؟ انت مش هتاخد ولا مليم. انتوا ايه حيوانات؟ مش مكفيك اللي عملته بنتك فينا؟ عايز ايه انت كمان؟ وبعدين انت ازاي تكلم بابي بالاسلوب ده؟ انت نسيت انت مين وبتكلم مين؟ الله الله الله، ده حلوت قوي. هيدي هانم كمان هنا. انا بقى عايز 5 مليون جنيه والا هبلغ البوليس. انت يا اخي كلب فلوس، كلب فلوس. عم شكري كتف الراجل ده عشان نجيب له البوليس. انا هعمل لك محضر تعدي عشان ما حدش يصدقك. تفكرني مهندس محترم؟ ده انا هشعلقك من رجليك. امسكه كويس. يا حبيبتي انت لازم تمشي من هنا فورا، وجودك في خطر عليك وعلى حياتك. حكومه حبساني ليه يا حكومه؟ يا دفعه روح قول للمأمور يطلعني. قول له في مواطن محبوس ظلومه عنده قضيه امن قومي، راي عام، أموال عامة، نصب واحتيال على البلد باللي فيها. لو ما طلعتونيش دلوقتي البلد كلها هتبقى في خطر. يا حكومة. أهلا وسهلا أبو طالب بيه. أنا آسف طبيت كده من غير استئذان، بس نادر ما بيردش عليا خالص. أنا كمان ما بيردش عليا. أنا لازم أقابل نادر وأتكلم معاه. أنا بنتي هتضيع مني كده خالص. وبعدين اسم أبو نجوان ده بيقول إن عنده أوراق تخص القضية بيبتزني. لازم أشوف نادر ويقول لي إيه حكاية الورق ده، في إيه؟ أنا مقدرة الظروف اللي أنتوا فيها، بس نادر اتغير، ما بقاش زي الأول، ما بقاش نادر اللي إحنا نعرفه. أنا محتاجة حد يقف جنبي علشان نرجعه زي ما كان ونرجعه للطريق اللي هو ماشي فيه. أنا حاسة إنه نادر كمان شوية هيتحول لمدمن، وده لو حصل انا هحس ان انا ضيعت حياتي عليه كلها وفي الاخر ضاع مني. انا ممكن انتحر. بصي احنا الاتنين مصلحتنا مشتركه. صح. يبقى لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان بالطريقه دي نقدر نرجع نادر لشغله وحياته، كذلك هايدي بنتي ترجع لبيتها ولشغلها وحياتها ونخلص القضيه. يا ريت يا ريت يا ابو طالب. لان الراجل ده بيقول ان عنده معلومات مهمه في قضيه هيدا ابو طالب مروان ابو عرب. وعلى فكره احنا مسكناه متلبس في اقتحام فيلا ابو طالب السنهوري. تمام يا فندم، هي قضيتي فعلا والراجل ده انا عارفه. متشكر جدا لحضرتك. لا مؤاخذه يا باشا، ما تقولش اقتحام، انت تخرس خالص وما تتكلمش الا لما اقول لك. حاضر، سكتنا اهو. كنت بتعمل ايه هناك؟ هكون بعمل ايه يعني؟ كنت قاعد معاهم وكانوا جايبين لي حاجه ساعه والكلام رايح وجاي. هما السبب في شحطات البنت يا سعاده البيت. هما اتهموك ليه باقتحام الفيلا؟ كانوا بيتبلوا عليك؟ امال يعني سعادتك كنت عايزني اشوف بنتهم الهربانه دي اللي اسمها هايتي عنده في الفيلا ويسيبوني انزل عشان ابلغ عنهم؟ هايدي انت شفت هايدي فين؟ عنده في الفيلا. طب بعد اذن سيادتك لو ينفع تمشي مشي، انا محتاجه بره. تمام يا فندم، ست كبيرة بره بتقول انها مرات الراجل ده. خليها هيطلعها دلوقتي. ليه؟ ليه كده يا ابو نجوان؟ ليه يا اخويا؟ ده الباشا العسكري بيقول ان انت هتجيبني على ابو طالب ده. ليه يا اخويا؟ مش كفايه اللي بنتك عملته فيهم؟ بقى وليه يا خرفانه انت؟ بكلمك بالتليفون عند جيران عشان تجيبي لي لقمه تقود بيها وهضمه نظيفه، تقومي تعملي لي مناحه؟ لا مؤاخذه يا سعاده الباشا. ليه؟ ليه يا ابو نجوان؟ ليه؟ اخويا الناس ما شفناش منهم غير كل خير. ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. عايزك تاكل شويه السمك دول يا سلومتي عشان اخر الليل مش هتعرف نفسك، هتدعي لي. العين العين على الفوسفور ده كله، ده انا هنور طول الليل مش هتتقطع عني الكهرباء. افتح بقك يا سلومتي يا معلمي وسيدي وتاج راسي. يا عيني يا عيني يا عيني، الصبر حلو يا جدعان، فعلا الصبر حلو. شوف انا صبرت كتير عليك ازاي وعلى قله ادبك وسفلتك وطولة لسانك، لكن في الاخر اتعدلتي. ما هو من حبي وعشمي فيك يا سلومه، لو ما كنتش هتدلع عليك، اتدلع على مين امال؟ اتدلعي يا ناونه وقولي هاو 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 هاو. هنروح للمحامي امتى؟ ايه؟ عامل ايه كفل الشر؟ ما تخافش، انا عارفه انك صرفت فلوس تنكيس البيت اللي لمتها من السكان في حته الارض اللي ورانا. ما تخافش انا سترك وغطاك. عاوزه ايه يا نوال؟ الله،
عايزه اقول لك ننزل نروح للمحامي عشان تكتب لي البيت باسمي. بيت ايه ده اللي اكتبه لك؟ انت اتجننتي؟ اكتب لك شقه عمري ليك انت؟ ليه؟ مش تعبانه ربنا اللي لميتك من الشارع بعد الفضايح اللي عملتيها مع الواد الصايع ده بتاع كبده الحمير؟ وهو كان مين اللي رماني في الشارع يا راجل يا نار؟ بس انا نازل دلوقتي وراجع بالليل، لكن قسما عظما لو رجعت بالليل وجبت سد الموضوع ده تاني على لسانك انا هرميكي في الشارع بالهدبه اللي انت لابساها. الشارع ده يلمك انت واللي زيك، اللي ما شفت منك خير، لا فلوس بتدي ولا لسان بينطق كلمه عدله. اله يا بعيد يطسك سواه يكون اعمى. Hello. Good evening, Mr. Marwan. I want to inform you that the diamond you ordered came and we are waiting for you to come and pick it up. Ah. Which diamond? The diamond that we ordered for you from Italy. Oh, no, thank you. I don't need it anymore. Change your mind? What do you mean you change your mind? We already bought it for you. It's identical to the one you have. It's the same piece. I bought it from you with 1 million. And then I made you buy it with 2.5 million. That's all. What do you mean? Hard luck. Goodbye. Huh? Next time, take care. And take care. And take care. أنا قلتها لك أهو. يلا مع السلامة يا معلم. دقيقة على طول. تعال في الكوريا. اوقف عليك يا خي. مفتاح الشقه للهانم حصه نسيت مفتاحها فوق. وهي ليه يا ترى بقى ما بتنزلش من العربيه؟ على رجليها نقش الحنه ولا شغالين عندها؟ بقول لك ايه يا كوريا، هنرجع ونعيد تاني ونزيد تاني. ما هي مستنيك يا خي. انت عايزه مني ايه؟ انت مالكيش دعوه بيني، انا مش ناقصاكي، سيبيني في حالي. بقول لك يا حبيبتي، انت فاكره نفسك نازله بنسيون؟ خارجه الصبح وراجعه اخر النهار، ولا حد عارف انت رايحه فين ولا جايه منين؟ بقول لك ايه يا كوريا، الهانم كانت بتزور والدها الباشا عيب. والدها؟ شلها يا والدها. بقول لك يا حبيبتي، انت كده هتاخدينا كلنا في حديه، احنا متوين الجدعانه، مش هتخرجي وتيجي وترجعي لنا بالحكومه في ديلك، وعايزانا اسكت. انت مستحيله، انا الغلطانه ان انا رجعت. استاذ شكري خدني اي حته ثانيه، انا مش قادره استحمل خلاص. استهدي بالله يا ابل كوريا، ادي لها المفتاح، ادي لها المفتاح بدل ثلاثه بالله العظيم بدي ادي عليك. ماشي يا خال، اتفضلي. بعد كده الخروج والرجوع يبقى باستئذان، مش ميخه هي. ماشي اتفضلي. عندها فشل كلوي بنسبة عالية جدا، وهتحتاج جلستين غسيل في الأسبوع. وهتعرف تشتغل تاني؟ ده الأمر ده يتوقف على طبيعة الشغل نفسه. لو في شغلانة ما تحتاجش مجهود كبير وتبقى قاعدة مفيش مشكلة. ليه؟ هي هتشتغل مذيعة؟ وجلسة العلاج دي بقى تتكلف كام؟ الجلسة دي تتكلف حوالي 350 جنيه. يا نهار أسود، يعني 700 جنيه في الأسبوع؟ يعني 2500 جنيه في الشهر؟ ليه؟ هي دخلت لنا كام 2500 جنيه في حياتها؟ طب ما ينفعش علاج على نفقه الدوله. قرارات العلاج على نفقه الدوله واقفه دلوقتي وما بتطلعش. ما بتطلعش؟ كتر خيرك يا دكتور، خليها لكم، ما تلزمناش. سلام عليكم. وعليكم السلام. تقلقي؟ ان شاء الله هتبقي زي الفل. في ايه يا سندس؟ مالك؟ مالك يا سندس؟ في ايه؟ سبتيني ومشيتي. معلش يا سندس، البنت اللي هنا برضو سابتني لوحدي وانا خايفه. حبيبتي يا سندس انا جنبك، مش هسيبك تاني، بس ما تعيطيش. انا جعانه. طيب وهعمل لك اكل يا حبيبتي، وهسرح لك شعرك، وهرجعك سندس الحلوه. ما تعيطيش يا سندس، تضحكي. عايزه اكل. حاضر حبيبتي، من عينيا، وريني ضحكتك الاول. مش هسيبك يا سندس، مش هبعد عنك. انا جعانه. حاضر، وريني ضحكتك الحلوه بس. هقوم اعمل لك اكل. نفسك في ايه؟ نفسك في ايه يا سندوسه؟ كابوريه. بس واتك البت تقريبا خطيبتك دي وشكلها مقرش. انا مش عارف البت دي عدت من تحت ايدك ازاي هيما، مع ان انت دنجوان بطن البقره. يا عم واتكت ايه دي؟ بتكح قمصان نوم. البت دي اصلا كانت متجوزه واحد في الخليج وما رستش منه دنار احمر، وجات يا عيني بالهدوم اللي عليها. بس واتك يا يا عم انا مالي، ان شاء الله يكون عندها 60 سنه. المهم يبقى معاها فلوس يا عم طاعون، وتدلعني بقى وتصرف عليا. ايوه تدلعني يا طاعون. ادون جول وقعد حلب حصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت فين يا ده يا سوكا؟ مختفي فين؟ انت اللي فين يا صاحبي؟ بقالك يومين مش ظاهر، ما بتفتحش العربيه ليه؟ في ايه يعني؟ وقعت على سبوبه كده. ايه ده، اشتغلت؟ اه.
فين بقى ان شاء الله؟ في مطعم طباخ، بس اوعى تقول لكوريا على حاجه لحد ما رستق نفسي واثبت رجلي في الشغلانه. ربنا يكرمك يا صاحبي، من العين دي قبل العين دي. طب والعربيه يا عم؟ هي متلقحه، الناس هنا يا سوكا مش لاقي تاكل عيش حاف، هتاكل كبده وسجق. بص يا صاحبي، انت تديني العربيه ديت اقف عليها وتعلمني الصنعه والنص بالنص. وعلى فكره اول لما ترجع هتلاقي العربيه ساق سليم. قلت ايه؟ ماشي يا سوكا. ايدك بقى على المفتاح يا صاحبي، اروح اظبط العربيه وبتعالى بص عليها كده وفهمني الفوله فيها ايه. امسك. ادي الصحاب الاصيل للاصيل. سلام يا فنان، بحبك باستمرار. انت ما قلتلوش ليه ده على الشغلانه؟ الواد سوكا صاحبي بس بق ودلدوله بتاع امه، ولو عرف اي حاجه هيروح يكب في ودن كوريا على طول. وهتيجي بقى كوريا تقول لك الكباريه والنسوان والخمره، وانت عارف بقى الشغل ده. بس برضه يا جاك طاعون، تديله مفتاح عربيتك. ياض عربيتك دي زي المدام، ما ينفعش تديها لحد بتاتا. وانا مديله مرسيدس، ده عربيه كبده، ده سوكا طاعون. سوكا بالهنا والشفا. ثانية بس هشوف مين اللي بيخبط. بنتك ضربة. يو انا جيت ناحيتك دلوقتي. ايوه بقول ايه؟ انا قصدكي في خدمة. انت بتكلميني انا؟ امال سندس؟ لا ما كنت عربية. سبتيني يا اختي خايفة وجعانة. تعالي تعالي النبي يا خالتي، استني دلوقت. خير؟ عايزاك تكلمي لي الضابط بتاعك. الضابط بتاعي؟ ليه؟ هي ما جاله استدعى من النيابة، وعايزين نعرف الاستدعى ده ليه؟ انا اللي هكلم الضابط انا، واقول له ياخدك يحطك في السجن علشان انت سبتيني انا وكرهك. معلش يا خالتي، حقك على دماغي، حقك على دماغ امي الله يرحمها. بس والنبي والنبي سيبيني اشوف النصيب اللي انا فيه. ما بكلموش. نعم يا اختي، انت هتعمليهم عليا ولا ايه؟ جالي من يومين المحل وقلت له ما تكلمنيش تاني ومشي زعلان. طب معلش يا جولي، تعالي على نفسك عشان خاطر الواد، لينتصف فيها حكم غيابي وينحبس. ماليش دعوه، خدي نمرته وكلميه انت. ما ينفعش انا اللي اكلمه، مش هيعمل حاجه. انت اللي لازم تكلميه وتدلعي عليه عشان يعمل لنا المصلحه، بعد كده ان شاء الله تقولها في بعض. تدلعي. بقول لك ماليش دعوه، مش هكلمه. هو ايه اللي مش هتكلميه ده؟ ليه ان شاء الله؟ كل ده عشان كرامتك يعني؟ لو انت مش حاسه احنا عاملين عشانك ايه؟ ده احنا ملبسين نفسنا قضيه عشان متسطرين عليك وكدبانين على الحاره كلها ومقسماني في اكلي وشربي ونومي وحمامي وشايله همك للنهار كانه همي. يا شيخه انت حتى لما نزلتي الصبح وغبتي قلبي وجعني عليكي كانك اختي ولا بنتي. كل ده مفيش تقدير؟ وانت ايه؟ كان الناس دي كلها بتشتغل عندك ما بتحسيش بيهم؟ يا شيخه شحال ما كنتش جايه لك يعني وبقول لك ده انا قصدكي في خدمه. انت بدل ما تقولي لي تؤمري ولا من عينيا الاثنين زي الناس الجدعان تقولي لا طبعا. صحيح اللي بيقني كلب بيطمر فيه واللي بيقني انسان بيعضه. كلب؟ ماشي يا كوريا، انا كنت هكلمه لك بس دلوقتي عمري ما هكلمه. ايه رايك؟ الله يسامح، انا اكيد ما اقصدش يعني. طب حتى قولي مساء الخير ولا انا خلاص بقيت عدوتك؟ مساء الخير يا رجاء. استنى هنا، رايح فين؟ ممكن تقولي انت بتعاملني كده ليه؟ جرايا رجاء، هو انت عايزه تتخني وخلاص ولا ايه؟ ده انت مش بقيت سلبي وبس ومالكش دعوه بكل اللي حواليك، لا ده انت كمان بقيت مؤذي وبتاذي كل اللي حواليك. ابو طالب بيه كان هنا وقال لي ان ابو نجوان راح له البيت وهدده، وانت لازم تظهر عشان تخلصهم اللي هما فيه. وانا مال امي انا بالقضيه دي؟ انا سبت القضيه خلاص، يحلوها بقى زي ما هما عايزين. اوكي، هما يحلوا القضيه بالطريقه اللي هما عايزينها. انا بقى بتعاملني كده ليه؟ انا اذيتك في ايه؟ افتكرت انا الاسطوانة ياها المشروخة دي، انا اللي ربيتك، انا اللي علمتك بعد ما ابوك وامك ماتوا، وانا اللي ضيعت عمري وشبابي عليك. ما كنت عشت شبابك رجاء وخلصتينا، على الاقل كنت بقيتي انسانة عادية دلوقتي، بدل ما انت عمالة تقلدي العيال اللي عندها 15 و20 سنة في اللبس وفي الميك اب، بقيتي حاجة تكسف.
الو الو مين معايا؟ ايه مش فاكر صوتي؟ لا معلش مش واخد بالي. عموما انت عندك حق تزعل مني، انا اسفه يعني عشان المره اللي اتعاملت معاك بطريقه سخيفه المره اللي فاتت، بس معلش عشان كان عندي شويه مشاكل والناس اللي انت شفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي اخبار وحشه، وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما اكون متهمه عندك وبتحقق معايا، فيعني الحاجات دي عصبتني شويه. ما تزعلش مني خالص طبعا. متهمه ايه؟ وبعدين انا مش زعلان خلاص، المهم انت تبقي كويسه. وبعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا هتلاقيني جنبك. متشكره. طب عشان ما اطولش عليك، كان في قريبتي كوريا اللي انا عايشه عندها يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل، فاكرها؟ اه فاكرها طبعا، الكوافير. اه خطيبها بقى اسمه ابراهيم نوح السيد، كان جاله استدعى من النيابه وهو قلق قوي عايز يعرف يعني الاستدعاء ده عشان ايه، فلو تقدر يعني تعرف لنا. بسيطه خالص، انا بكره الصبح اول ما اوصل الاسم اشوف لك لو ليه اي محاضره عندنا تحولت للنيابه ولا لا، ولو في هعرف لك ايه السبب بالظبط. مش ده رقمك؟ اه رقمي رقمي. خلاص انا هسجله واكلمك بكره اقول لك ايه الاخبار. بس بقول لك ايه، هتعامليني زي ما بتعامليني دلوقتي مش زي قبل كده؟ لا 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 اكيد اكيد زي دلوقتي. يلا باي باي. ما بتكلموهش جتنا نيلة، احنا لو بنعرف نتساوي كده ما كانش ده بقى حل. بتقولي ايه؟ ها؟ بقول متشكرين يا جولي. العفو يا كوريا. الو؟ ايوه يا بابا ازيك؟ اهلا. ازيك يا ست نجوان؟ لهفت الفلوس لوحدك وسايبانا حالنا متبهدل. ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ في حاجة؟ في حاجات يا اختي. امك جالها فشل كلوي وراقدة في المستشفى. يا نهار ابيض، فشل كلوي مرة واحدة؟ هما المرتين؟ مرة واحدة. محتاجة غسيل كلوي 8 مرات في الشهر ب8000 جنيه، الجلسة الواحدة ب1000 جنيه. مش مهم الفلوس، أنا هبعت لك، بس المهم ماما تبقى كويسة. بلا 60 نيلة. أهي راقدت. مين بقى يا أختي اللي هيصرف على البيت إن شاء الله؟ ما قدامناش غيرك. ابعتي لنا كل شهر ال8000 بتوع الغسيل، وفوقيهم كام ألف كده لمصاريف إخواتك، مصاريفهم بقت تقطم الوسط. طيب حاضر يا بابا، أنا هبعت لك على الوستر يونيو زي المرة اللي فاتت، المهم خلي بالك من ماما. يلا باي دلوقتي. ها باي. باي باي. جاتك نيلة في لغات أمك، ما تقولي مع السلامة. يا دي النكد اللي أنا فيه، لسه هروح أفتح. طيب طيب. ايه ده جايبينها لي كده ليه؟ انا لا بعرف اكل ولا اشرب ولا طفح ولا عندي نص جنيه في البيت حتى. الله يكرمك يا ابو نجوان، انا مش طالبه يا اخويا غير اني اترمى على فرشتي، والدكتور قال ان انا هتحسن بعد الغسيل. انزلي يا اختي هاتي لك قرشين تغسلي بيهم. ايه ده انت بتكلمها كده ازاي؟ واحدة عيانة قدامك يا أخي عندها فشل كلوي، قولها ربنا يشفيكي إن شاء الله تقومي بالسلامة، مش عمال تسم بدلها كده بكلامك. جرى إيه يا أختي؟ أنت هتعملي لي فيها أبلة فيتة وتوعظينا؟ ما تغوري في داهية، واحد بيتكلم مع مراته، إيش حشرك أنت؟ معلش يا بنتي امسحي فيا، حقك علي حقك علي. ربنا يكون في عونك يا أم نجوان. السلام عليكم يا أخت جمالات. هلو أهلا وسهلا. مين الراجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سندس. انا بحب الشيوخ قوي قوي قوي، عارفه ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحج ويعلمونا نقول ايه. انا هحج امتى بقى؟ ان شاء الله ربنا يكتبها لك يا ست سندس. بعد اذنك يا اختي، كنت حابب الفت نظرك لحاجه بسيطه كده. اتفضل. هذه المجسمات الموضوعه في فترينات العرض المسماه بالملكانات، الا ترين فيها فتنه؟ يعني ايه هذه المجسمات؟ أنا ترين فيها فتنة؟ فتنة؟ دي بلاستيك. أفهم هذا جيدا، ولكنها منحوتة بمهارة كأنها أنثى متفجرة الأنوثة ملفوفة القوام، وشباب منطقتنا من الفقراء ممن يصعب عليهم توفير نفقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات، وأنا بعيني شاهدت كثير من أبنائنا سائق التكاتئ وهم يهدئون السرعة ليتأملوا هذه المجسمات والعياذ بالله. العياذ بالله،
يعني هو انا صحيح مش فاهمه ولا كلمه من اللي حضرتك بتقوله، بس واضح انه كلام مهم. ولكنني وقفت اراقب المحل طويلا حتى وجدته خاليا وتجرأت وقلت اكلمك. لا انا مش متضايقه خالص، بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في الاريا في المنطقه قصدي. والله خير القيام يا اختي جمالات، اقيم الشعائر واقيم الصلاه وام المصلين، كل هذا نظير 750 جنيه شهريا بكافه مشتملاتي. مشتملاتي ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. بارك الله فيك. بعد اذنك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على مهلك وانت ماشي. الراجل ده عايز ايه؟ مش عرفني، بيقولي لازم ألبس المكنات. مكنات؟ تلبس المكنات ويشتغلوا ازاي؟ هو أنا ناقصاك انت كمان؟ حرام عليك. خد يا حبيبتي ردي على التليفون. ألو. صباح الخير. صباح النور. كويسة النهاردة ولا لسه مضغوطة؟ لا كويسة، بقت أحسن. أنا خليتهم دوروا على القضية بتاعت إبراهيم نوح ده، طلع معمول فيه بلاغ بسرقة ميكروباص، بس هو طبعا اتهام من غير لا شهود ولا أي حاجة، وعشان كده اتعمل له استدعاء مش ضبط وإحضار، بس طبعا لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش قضيه وتحكم عليه غياب. خلاص حاضر، انا هقول لكوريا عشان تقول له. ومتشكره قوي لحضرتك تعبتك معايا. حضرتك اول حاجه ما تقوليليش حضرتك، ثانيا ما تشكرنيش، وانا عايزك تخلي بالك من نفسك، دي احسن طريقه تشكريني بيها. خلاص ماشي، يلا باي باي. مالك يا بيت؟ ساهمت كده ليه؟ صح صح الأكل عيشك، لحسن بعدنا أقوم أكسرك. ده تحط شوية زيت عليهم حتة دهن جاموسي. دهن جاموسة؟ آه عشان يدوا ريح، وبعد كده تروح فاقع الكبدة والسجق ورادمهم فلفل أخضر وطماطم وبهارات. لما تيجي تعبي بقى ها ما تدبش السكينة في الرغيف لحد آخره عشان ما يبهوقش ويطلب مونة زيادة. بص نص فتح ها، وتمسك المقصوصة ويدوب، شوف يدوب لحسة كبدة، وتكمل بطحينه. الكيلو يعمل معاك من 80 ل 100 رغيف، اقل من كده تبقى حمار. اسمع يا واد منه، وما تصدرش الطرشه يا ولا، شوفوا بيشتغل الناس ازاي عشان ما حدش يشتغلك يا عبيط. امال الزبون هياكل ايه؟ مخلل. تدي له مخلل على قد ما تقدر، المخلل بيضيع طعم الرغيف الحار. ياكل اللي ياكل يا اخويا، ما ان شاء الله ما اكل. هو الرغيف ابو كيلو كبده و2 كيلو سجق يا اخويا. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا سوق؟ تعالى هيما عاوزاك. ايه خير؟ القضية اللي عليك طلعت بتاعت سرقة الميكروباص، والواد الضابط قال للبت جمالات انك لازم تروح عشان ما تمتصش فيها حكم، وبيقول لك كمان لازم تنكر، ما هو مفيش شهود ولا حاجة. ماشي؟ ماشي، اروح بكرة اشوف الموضوع ده. ماشي. بس ايه موضوع البت مع الضابط؟ منطقة ضيقة يا كوريا والريحة هتفحفح. ادي نفعتك يا اخويا، كنت هتعرف منين اللي فيها لو ما كانوش بيكلموا بعض. قشطة، طالما فيها مصلحة قشطة. البت يا اخويا عمالة توشوش في الواد كأن احنا غرباء. هو احنا غرباء يا ولد؟ احنا غرباء ياما، وخليكي في حالك بقى. الله يخرب بيتك يا سوق، يا سوق هتولع في ام اللي جابوه. اجري يا مسوكة. فاكرة؟ اه طبعا فاكرة. هو في ايه؟ انا بالنسبة لي مفيش حاجة، انما اهلك لما عرفوا ان بنتهم مدمنة وان ابن خالتها مات بسبب الادمان، انهم سايبين حضرتك هنا كل يوم مع راجل شكل، بتهيألي دي التفاصيل هتبقى مهمه بالنسبه لهم. انت عايز ايه بالظبط؟ ابدا، عندنا قضيه كبيره وعايزينها تخلص باسرع وقت ممكن. متقلقيش، كل التفاصيل اللي قلتها عنك دي محدش يعرفها غيري، ومستعد انها تفضل سر ما بيننا، بس نتفق. نتفق على ايه؟ في معلومات معينه عايز اعرفها عن ومن نادر عالم الدين. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا فيك. آه نجوان خطيبتي الشيخ جاسم من كبار المستثمرين العرب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اليونان نورت يا شيخ جاسم. اليونان منوره باهلها وانتوا اهلها. الله يخليك. فزي ما بقول لحضرتك كده ان الصفقه دي مضمونة 100%. ليه بقى الصفقة دي مضمونة 100%؟ لأنه إحنا دايماً عندنا في مصر أزمة سكر. إيش هالحكي اللي تقوله يا أستاذ مروان؟ أزمة سكر في مصر والسكر كله قاعد يمي؟ آه لا 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 بتكلم بجد. اصل بص اقول لحضرتك حاجه، احنا دايما كمصريين متعودين نشرب كوبايه الشاي خفيفه مع سكر زياده، فدايما تلاقي الشاي مرطرط كده والسكر هو اللي فيه مشاكل. حتى انا طلعت في كذا برنامج كده كنت بقول يا جماعه اللي يعمل كوبايه شاي بلاش 4 معالق سكر وخليهم 3، وبدل 3 خليهم 2. لكن تقول ايه بقى، المصريين مزاجهم كده. والله يا مصريين انتوا سكر الدنيا كلها. الله يخليك. انتوا احلى ما في الدنيا
مصر وشعب مصر. الله يخليك الله يخليك. بس ايه بقى لما بتحصل أزمة السكر دي السعر بيزيد الطقطقين أو تلاتة كمان. طيب استأذنك دقيقة واحدة. تفضل تفضل. والله إذا كنا احنا سكر فانتوا العسل كله. ايه في ايه؟ هو انت جايب الراجل ده هنا ليه؟ مش محترمك، مش شايف ان هو قاعد بيبص لي بصات سخيفة جدا؟ في ايه؟ وطي صوتك ليه اسمعك؟ وبعدين انا اساسا اصطدته لما لقيته بيريل على اول واحدة حلو، وبعدين هو فاكر انه هيلدعني على قفايا وياخد تماني، خليه ماشي في سكته، والشاطر اللي يضحك في الاخر ويلدع القرشين. ياه، للدرجة دي انا رخيصة عندك؟ يعني انت قاعد بتلعب بيا وبتتاجر بيا كمان؟ بس يا ستي بس منورنا. بس بقى انت اتجننتي ولا ايه؟ في ايه؟ حاضر. وبعدين وانا قلت في لمس لا سمح الله، ده همس نظرات حاجات كده من تحت لتحت من غير ما اخد بالي منها، بس بقول لك ايه كله الا اللمس. ليه؟ عشان انا راجل شرقي ودمي حامي. دمي حامي قوي. ايه دي كده؟ فك فك. حاضر استاذ مروان. ايوه. صدقني انا حبيتكم حبيتكم وايد. لا ومن اليوم ورايح ان شاء الله بنوقع صفقات وصفقات كبيره علشان انتوا تربحون واحنا نربح. قول ان شاء الله. ان شاء الله. قول ان شاء الله. الله عليك يا شيخ جاسم. رجاء انا رايح شرم الشيخ كام يوم، عايز حاجه؟ مساء الخير. مساء النور نادر. ايه يا حبيبي اتاخرت كده ليه؟ ولا انت ايه جيت في ميعادك ولا ايه؟ معلش يا بيبي مصدعه بس شويه. هو انت كان عندك حد ولا ايه؟ واحده صاحبتي بس لسه ماشيه. صاحبتك؟ اوكي طب يلا بينا. ولا انت جاهزه؟ يلا بينا. هنروح بعربيتك ولا بعربيتي؟ لا بعربيتك، انا مش قادره اسوق خالص بصراحه. يلا اوكي يلا. فوق الشوك مشاني زمان، قال لي تعالى نروح للحب، بعد سنين قال لي ارجع تاني حتى يشفي مجروح القلب. ايه ده انت بتعيطي ولا ايه؟ لا لا خالص مفيش. انت ايه اللي صحاكي؟ انا عارفه يا اختي، حلمت بكابوس كأني متعلقة كده في شجرة رفيعة وهتقع بيا. لقيت لك نفسي ده بيروح، قلت اما اخرج اشم شوية هوا. براهيم براهيم براهيم. مين؟ يو انا كوريا. الله انت صاحية؟ ده انا كنت هتصل بيكي بس قلت تلاقيكي نايمة. ايه اللي انت لابسه ده؟ ورايح على فين؟ لا ده انا رايح فرح واحد صاحبي كان معايا في المدرسه. الواد قعد يزن عليا، قلت له يا عم الحاج انا ما عنديش هدوم اروح بيها، راح جايب لي الطقم ده. بس ايه رايك يا بنت كوريا؟ ها بصي بصي ها. لا جامد واد جامد، عشان تعرف يا كوريا الواد لما بينضف بيبقى عامل ازاي. وهو برضه قلت تبقى بروف عشان اشوف لايق عليكي في الفرح ولا لا. لايق عليا انا؟ ده انت في الخطوبه كنت احلى مني. كنت في احلى منك. طب انا الحق بقى اروح الكباريه، اروح الفرح عشان عندي بكره نيابه. ماشي. سلام يا مزدتي. سلام يا حتتي. ما تيجي اقول لك كلمه على السلم. يلا يا واد امشي. اعوذ بالله ده راجل سخيف قوي. لا خالص جاسم ده لطيف جدا جدا. وبعدين انا مش فاهم انت مش مستلطفه ليه؟ عشان معجب بيكي شويه يعني؟ يا ستي لو سخيف فلوسه تشفع له. انا نفسي افهم حاجه، انت بتعمل كل ده ليه؟ ما احنا معانا فلوس قد كده، يعني لو فضلنا بنصرف فيها طول العمر عمرها ما هتخلص. بنلعب بنتسلى بدل القعده.
وبعدين يا حياتي عايزك تعرفي ان الفلوس دي عامله زي المغناطيس بتشد اي فلوس تقابلها في طريقها. مروان انا نفسي اقول لك على حاجه. قول يا حبيبتي. انا ممكن انزل مصر اسبوع واحد بس وارجع على طول. ليه؟ ماما تعبانه جدا وجالها فشل كلوي وخايفه لا يجرى لها حاجه. انت بتقولي ايه؟ اتجننتي؟ انت عرفتي من ايه؟ ما انا اتصلت ببابا. يخرب بيت ابوكي! وكلمتي منين؟ من تليفون في الشارع. من تليفون في الشارع ازاي؟ من تليفون في الشارع ازاي ها؟ انا مش قلت لك اول ما نحط رجلينا هنا تنسي مصر بكل اللي فيها؟ ها؟ ايوه بس دي ماما وتعبانه جدا والله. بقول لك ايه؟ كون النسوان ده مش هيخش عليا مش عشان شويه هبل تبوظي لي كل اللي انا بعمله. انت من ساعه ما حطيتي رجلك في الطياره وانت امك مش عيانه، امك ماتت. حاضر. هم واهلك كلهم. حاضر حاضر. وانا مش هكرر الكلام اللي انا بقوله ده تاني لان ده لو حصل هقتلك. حاضر. اسف. هقتلك يا رجوان. انا اسفه والله.